للمزيد من الرصد والمتابعة ينضم إلينا من بروكسل دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل للأبحاث. أهلا بك دكتور. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. بداية دكتور رمضان اسمح لي أن أدخل فورا في صلب هذا الموضوع، برأيك ما تأثير ما حدث في روسيا على تقييم قادة بروكسل لمسار هذه الحرب الأوكرانية؟ الحديث انقسم إلى جزئين بما يتعلق بأوكرانيا، جزء يتعلق بالدعم وهذا موجود على جدول الأعمال، والجزء الآخر هي آثار محاولة فاغنر الانقلابية للانقلاب الفاشلة والتي أخذت حيزا كبيرا من لقاء المسؤولين الأوروبيين مع الصحفيين رغم عدم وجود هذا البند ضمن جدول أعمال هذه القمة. هناك مطالبات من الطرف البولندي والإستوني بأخذ القادة الأوروبيين وقادة حلف الناتو على محمل الجد خطر فاغنر أثناء تواجدها في بيلاروسيا، وحاولوا حصر موضوع ضرورة تأمين دعم عسكري دفاعي إلى أوكرانيا مستقبلا حتى لو انتهت هذه الحرب لمواجهة أي خطر مستقبلي. حاولت رئيسة وزراء إستونيا تضخيم خطر فاغنر من بيلاروسيا على أمن واستقرار دول حلف الناتو، على الرغم أن حتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات لتحركات عسكرية يمكن أن تقوم بها مجموعة المتبقية من فاغنر التي وصلت إلى بيلاروسيا، ولكن من باب المناكفة ومحاولة دول الغرب الضغط على روسيا وبيلاروسيا باستخدام فاغنر كأنها قضية جدلية. في نفس الوقت هناك على جدول الأعمال بنود تدعو إلى مزيد من الدعم إلى أوكرانيا، وضع خطة دفاعية مستقبلية خارج موازنة حلف الناتو إلى أوكرانيا، ويتم لها من خلال القمة الأوروبية الحالية لترفيعها بعد أسبوعين لقمة قادة حلف الناتو، وأعتقد أن الأوروبيون مصممون على المضي في الاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريا. برأيك دكتور رمضان قادة الاتحاد الأوروبي ممكن أن يستغلون مسألة تمرد فاغنر لزيادة دعم أوكرانيا بالسلاح؟ هذا بالفعل ما حصل، الصقور في حلف الناتو يضغطون بشدة من جراء المحاولة الانقلابية، وكأن فاغنر التي أضعفت هيبة روسيا والرئيس بوتين من خلال محاولة الانقلابية قد قدمت هدايا أخرى للصقور في حلف الناتو، وما قامت به فاغنر عززت مطالب الصقور في حلف الناتو بتعزيز القوة العسكرية للحلف على الحدود الروسية أو دعم القوة، دعم بأسلحة متطورة وأسلحة غير تقليدية دول المجاورة لبيلاروسيا وروسيا الآن. تحت الضغط الذي يمارسه الإعلام التابع لبولندا وإستونيا ودول أوروبا الشرقية التي انضمت مؤخرا لحلف الناتو، يبدو أن قادة أوروبا مضطرين للتفهم مخاوف هذه الدول، على الرغم أن لا يمكن مقارنة قوة حلف الناتو بقوة ما تبقى من فاغنر. فاغنر التي كانت تحارب في أوكرانيا كانت تستفيد من غطاء جوي وصاروخي من الجيش الروسي، وكانت تحارب في جغرافيا ضمن إطار الغطاء الروسي الصاروخي والجوي والراداري الروسي، وكانت تتقدم ببطء شديد. لا يمكن لميليشيات فاغنر أن تقوم بمواجهة قوة حلف الناتو بدون غطاء روسي، وأيضا لا يوجد إمكانية لانخراط بيلاروسيا في حرب ضد حلف الناتو بسبب وجود أو لجوء بعض قوات فاغنر، وهي كما صورها جوزيف بوريل اليوم أنها تبقى أزمة روسية داخلية ولا علاقة للغرب فيما حدث في روسيا. ويكرر ذلك يانس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو الذي يقول لدينا دائما القدرة على الدفاع عن حدود حلف الناتو، حدود دول حلف الناتو، ولكن لا علاقة لنا بما حدث داخل روسيا، هذه أزمة داخلية وتبقى أزمة روسية داخلية. وهناك الجديد في الأمر، لمسنا تعاطفا من بعض المسؤولين الأوروبيين مع الرئيس بوتين، والتعاطف جاء على لسان جوزيف بوريل الذي قال لا يجب أن تكون روسيا ضعيفة ولا يجب أن يكون رئيس بوتين ضعيف، لأن ضعفه كما برر جوزيف بوريل يمكن أن يكون أحد أسباب استفزازه لاستخدام القوة المفرطة.
التعاطف الغربي في الإعلام الغربي في الأيام القليلة الماضية مع العدو الحالي والذي يحاربهم في أوكرانيا يظهر نوع من خلل في المواقف الأوروبية. في نفس الوقت الذي تحارب فيه وتدعم فيه أوكرانيا لمحاربة الرئيس بوتين، أظهر مسؤولين وإعلاميين أوروبيين تعاطفهم مع الرئيس بوتين في مواجهة فاغنر. لماذا؟ لأن هناك خشية أوروبية حقيقية من تفكك روسيا والسيطرة على ما تبقى منها أو أجزاء منها من قبل ميليشيات على شاكلة فاغنر، وتتحصل هذه الميليشيات على أسلحة غير تقليدية ممكن أن يشكل خطرا حقيقيا على استقرار أوروبا، وكأنها أوجدت عدة كيانات مثل كوريا الشمالية ولكن على حدودها، مما يمنع الاستقرار والتنمية في داخل القارة العجوز. دكتور رمضان، انطلاقا من ما قلته من تصريح بوريل، دعني أخذ رأيك في هذا التحليل والتحليلات التي رأيناها في الفترة الأخيرة حول أن هذا التمرد كان مجرد تمثيلية بين بوتين وفاغنر. هل تتفق أو تختلف مع هذه التحليلات؟ هذه تحليلات ساذجة ولا يمكن أن هذا ما حدث لا يمكن أن يكون تمثيلية، لأنه أصاب الهيبة الروسية بأذى وجرح كرامة روسيا وأضعف البيت الداخلي الروسي، ولا زالت التحقيقات توجه أصابع الاتهامات لمسؤولين كثيرين في الجيش الروسي قاموا بالتواطؤ وتسهيل مهمة فاغنر. لا يمكن أن تكون هذا السيناريو تمثيلية، لأنه لو كان تمثيلية غبية أصابت الأذى الكبير. هيبة روسيا من الصعب استعادتها في الأسابيع والأشهر القادمة. هيبة الرئيس بوتين حتى أمام حلفائه قد اختلت صورة الرئيس بوتين، فليس من الممكن أن تكون هذه التمثيلية، لأنه مهما كان كم الأرباح والمكاسب من هذه التمثيلية، لو كانت تمثيلية لن يضاهى بحجم الخسائر التي خسرتها الشخصية الروسية، السياسة الروسية، الوضع الداخلي في روسيا. ما قام به فاغنر هز صورة روسيا القوية وهيبة الرئيس بوتين في الداخل والخارج أمام الأعداء وأمام الحلفاء. فأنا لا أتفق مع نظرية أنها تمثيلية، لأن هذه لو كانت تمثيلية كان يعتبر كاتب سيء، مخرج سيء، ولا أعتقد أن، لكن أؤكد لك أن هناك تهالك في عمل الاستخبارات الروسية التي فشلت في تحديد خطوات فاغنر، كما فشلت في تحديد قوة الدفاع الأوكرانية قبل بداية الحرب، كما فشلت في تحديد كثير من الأمور التي يدفع ثمنها الرئيس بوتين. فقط الرئيس بوتين هو الذي يدفع ثمن هذه الأخطاء التي ترتكب من قبل محيطيه أو من قبل الطاقم الذي يحيط به من قيادات عسكرية وأمنية. إذن اسمح لي في سؤالي الأخير لك دكتور رمضان، يعني لا يمكن أن تكون معي على الهواء ولا أطرح عليك بعض الأسئلة. ما هو تقييمك لتعاطي الاتحاد الأوروبي مع تنامي القوى الصينية، علما بأن الصين تنافس بشراسة حاليا دول الاتحاد في السيطرة على الأسواق التي كانت ساحة تاريخية انفردت بها أوروبا لفترة زمنية كبيرة؟ رغم وجود هذا الملف على أجندة هذه القمة، إلا أنه للأسف لم يتم التطرق له في الجلسة الصباحية وأثناء دخول الرؤساء، لا من قبل الصحفيين الأوروبيين ولا حتى من القادة الأوروبيين. ولكن نعلم جيدا أن أوروبا اليوم أصبحت أقرب إلى الموقف الأمريكي في التعاطي مع العلاقات الصينية الأوروبية، على عكس السنوات الماضية التي رفضت أوروبا تماما أن تكون طرفا في مواجهة مع الصين كما كانت تطالبها الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة. إلا أن موقف الصين الذي كان أقرب إلى الموقف الروسي طوال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية جعل من الأوروبيون يتخذون مواقف تقترب من الموقف الأمريكي. هناك حوار أوروبي صيني، هناك أمل قادته فرنسا من خلال زيارة الرئيس ماكرون مصطحبا معه رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين قبل أشهر. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل زار الصين، وعلى أمل كان الأوروبيون يأملون بأن تتطور العلاقات الأوروبية الصينية من خلال محاولات دفع الصين للضغط على الرئيس بوتين لوقف هذه الحرب التي أنهكت أوروبا بالمقام الأول وكانت تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات الأوروبية الصينية ليست في أحسن حالها، ولكنها ليست بالسوء التي تتواجد به العلاقات الأمريكية الصينية. إذا ما أرادت الصين عقد صفقة تاريخية مع أوروبا، يجب عليها أن تقوم بما استحتاجته أوروبا من الصين، وهو التدخل لدى الرئيس الروسي لوقف هذه الحرب التي استنزفت أوروبا واستنزفت العالم بشكل
اكبر من اي حرب اخرى، ولكن وهذه الحرب تصب في صالح عدو الصين التاريخي او الحالي وهو الولايات المتحده الامريكيه. ويبدو ان الصين لم تاخذ هذه الخطوه، لم تقم بمبادره حقيقيه لوقف هذه الحرب، كانت تناور، ولان هناك استفادات اقتصاديه ايضا للصين من استمرار هذه الحرب التي ترفض اوروبا ان يكون للصين موقفا سلبيا منها الى ما لا نهايه. إذن شكرا لك على كل هذا التحليل القيم وكل هذه المعلومات. شكرا لك دكتور رمضان أبو جزر، كنت معنا من بروكسل، مدير مركز بروكسل للأبحاث. شكرا لك.